مهمة. فيك تجاوبني، بتحب سوريا؟ طبعا. بشوفها دايت سوريا انت؟ شلون؟ بشوفها دايتها لسوريا؟ بشوفها دايتها. شو عملت ما بعرف، بتمنى يعني شو بعمل، ليكني موجود بسوريا شو بدي فديه يعني، ما فهمت. عم بسألك شو يعني، ما سؤال شلون فديت سوريا يعني، لازم اعمل عملية يعني لحتى أبنى. عملية شو؟ على فكرة كتير بشع لما الشخص بده يرد علي بطريقة انه بس ليطلع سؤالي غلط. عم بسألك سؤال كتير طبيعي وكتير جنرال، نسأله لكل ما عايش بسوريا انا. هيدا اكبر بكفي بعتقد خيار هذا وقرار ووجهة نظر. ولادك وين اليوم؟ ولادي بامريكا. ولادك هن اثنين، الله يخلي لك اياهم. عم يدرسوا هنا. شو عم يدرسوا؟ عمارة ودراما. فيك تجاوبني ليه بتنتقد اللي فلوا من البلد خوفا من الاضطهاد بسبب مواقفهم السياسية، وانت اولادك اليوم بامان وما فديتهم بسوريا وخليتهم بسوريا؟ عذرا على هذا السؤال، يمكن لو بيزعج او لا. بيزعجك يعني؟ لا ما قصد بيزعجني يعني. ليه بقى تنتقد الناس اليوم اللي راحت وانت اليوم اولادك حاططهم بامان بامريكا؟ اولادي عم يدرسوا كمان يعني. ليه ما حط افديهم خليهم؟ ما في كثير ناس على الحقيقه. اقول لك شغلي، قصة قرار انه هذا وين بده يدرس وين بده يعمل، بعتقد انه هذا كمان مو قراري الشخصي لحالي، بعتقد انه هن كمان في عندهم وجهة نظر ورأي لازم هن يعملوا. الاولاد شايفين حالهم انه بهي القرنة بيقدروا يعملوا احسن، فانا كمان احترمت هي الرغبة. يمكن مثل ما عم تقول الظرف العام ساهم بهي القصة لحتى انه انا ما كتير عارض لهي القصة. اوكي، انه انا اولادي ممكن يكونوا في خطر وهن عم يدرسوا، يعني هن عم يدرسوا ممكن يكونوا في خطر، ما في مانع. بس بعتقد وقت اللي بيخلصوا وهي وبيقرروا مثلا واحد منهم او اثنيناتهم انه يرجع، اكيد انا ما راح يكون عندي مانع. لو بقيوا بسوريا هلا كانوا تعلموا؟ هلا في واحد كامل اساس في عنده رغبه يسافر، ابني الصغير بده يعمل شيء له علاقه بالسينما والدراما وكذا، فحابب يعمله كان برا. الثاني تشجع وقت اللي علم يعني عارف انه اخوه بده يعمل هيك شيء، واموره جيده ماشيين الحمد لله. مدخولك بيسمح لك تعلم اولادك بامريكا اثنين؟ الى حد ما. الكبير عم يشتغل كمان يعني برا، معظم الناس ما بس بيعتمدوا على دخول اهل يعني على والدات يجيو من اهلهم. اذا بيعتمدوا بس علي بعتقد بتكون مصيبه، بيكونوا الاولاد فاشلين. فيك تجاوبني بكل صراحه، لو اليوم طلب انه بدهم لخدمة العالم يعني لو الحاجة انه يروحوا للجيش يفوتوا على الجيش، بتقدم اولادك يروحوا على الجيش؟ هلا انا بتسألني انه بتقدم، انا بالنسبة لي اذا بنطلب انا على الجيش بدي اروح على الجيش. اولادك بتقدمهم؟ قرارهم، انا بقدمهم، انا بقول لهم روحوا، بس اذا كان هما بدي يروح او هو بده يروح شو بقول له؟ عم بسألك. انا تفدي اولادك لسوريا؟ تفدي اولادك لسوريا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ انت مشاركتك بباب الحاره تعتبر تشويه لصوره صوره الشام القديم، هيك كتب وهيك انقال. اليوم كل شيء شفناه بباب الحاره، انت واحد من الاشخاص. قصدك يعني العمل بشكل اكيد عام؟ اكيد، بس انت واحد من الاشخاص اللي شوهوا صوره الشام القديمه. شوهوها؟ ايه، يعني اليوم مش مظبوطة هيدي الصورة اللي عم نشوفها عن سوريا، هل قد بي يعني اليوم ما بحس انه سوريا بعد فيها لليوم ايه في رجال بياكل قتلة من مرته او بيحط الجاط المي وفي السيد يعني. انت عايش بسوريا انا بعرف سوريا اكيد وبطلع سوريا كثير. قديش سوريا هي النماذج من الحياة، العلاقات الإنسانية ما هي موجودة لساتها لحد هلا؟ مبلا في. عم بسألك. مبلا في. انت شوهت ولا ما شوهت؟ لا ما شوهت. نحن العمل ما شوه صورة الشام القديمة؟ وجهة نظر الحقيقة، لأنه العالم متعاملة مع العمل على أساس أنه هو وثيقة تاريخية، هو يستند إلى بيئة افتراضية، مقدم حاله كمسلسل مسلي بيقدم حكاية إلى الغرض منه أنه تسلي الناس وتقدم بعض القيم. إذا كانت الناس شافتها أنه هي فقط أو هي الزاوية اللي أخذناها من دمشق اللي هي حارة الضبع اللي ما لا اساس تاريخي هذا يعني ولا اساس مكاني، هي التوضع تبع الحاره، اذا كانوا شايفينها وثيقه تاريخيه فهي مو وثيقه تاريخيه، الناس عم تتعامل معها على اساس انه هذا هو الشكل التاريخي. بعتقد يمكن يكون هذا العيب اللي عندنا نحن بقلب العمل، انه نحن ما لنا موضحين للناس هاي النقطه بالذات. ليه ما وضحتوها؟ هاي مسؤوليه يعني مش انا كممثل، المنتج المخرج. انت تؤيد الدكتور بشار الاسد صح؟ ايه. قد ايه؟ كثير. لدرجة
شو انا ما فهمت لدرجه ليك يعني اوكي شو لدرجه كلمه لدرجه شو ليه 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 لا لانه كلمه لدرجه ليه لدرجه انا بقدر ايده اليوم 90% بقدر ايده 100% بقدر ايده 50% بنسبه كبيره بدون تحديد نسب لانه قصه 100% انت بتايده اليوم اي بس كل شيء فت انه لازم بالفتره اللي جايه مش هلا يعني تمام. بعدين تمام انه الدكتور بشار الاسد يترك النظام إذا كان ضروري هذا الحكي ويعني بتصور بيعمله ضروري إيه أو لا هو إذا كان شايفين أنا ضروري. عم بسألك لألك أنت هلأ بتشوف. ما بعرف نحن هلأ بظرف ما بنعرف شو معطيات القادمة هلأ بالظرف الحالي نحن خيارنا بشار أنت مع العفو يصير للفنانين المعارضين السوريين هل بتوافق على العفو أو بتطلب أنه يصدر بحقهم أحكام قبل ما يصير العفو الواعة الكبيرة بتساعة الصغيرة وبعتقد انه هي وجهة نظر البلد بشكل عام وعلى رأسهم السيد الرئيس بشار الأسد انه اذا كان حب حدا يرجع هذا بالاخير بلده عال فكل تشهيرة انك مكبل لك عذرا على هيدي الجملة كلها مكبل لك انبوز من بلدين تمام من بلدين لتصير ضد النظام السوري ضد بشار الأسد ما صارت هيك وانا عم بسأل شي فرق انت جاوبني انا بدي جاوبك ايه هل هن هدول البلدين اللي نكبل لك من خلالهم انبوز هن قطر والسعودية ما بالضرورة اقول لك انا شو الاسماء ما بحب حط اسماء يعني انا رشل لي انبوز بس ليه صار وجهك احمر لانه القصة كانت مزعجة ببدايتها يعني وقت اللي صارت الحكاية كانت مزعجة بس هي ما صارت بشكل علني قد ما كانت هي من باب التلميح انا حسيت انه انا بسوى انه ما اروح بهذا الاتجاه المبلغ ما عجبك ما انفتحت سيرة مبلغ نهائي كان في رش انبوز بس انه بس مشروع شغل عمل لو انعرض عليك مبلغ كبير كنت رحت وقفت ضد بشار الاسد اكيد لا لا اكيد لا القصة بشار الاسد رمز هو رئيس الجمهورية العربية السورية اللي انا بنتمي الى وبينتموا الى اهلي انا بحافظ على الجمهورية العربية السورية حاول عندي اربع اسئله لهي القصه عندي اربع اسئله بدي اياهم بشكل سريع تجاوبني عليهم انت فشلت بكل المسلسلات اللي عملتها اللي اخذت فيها دور البطوله لدرجه انه كل اللي قدمت فيهم بطوله بالمسلسلات ما قدرت تنجم فيهم انت اليوم منك اسم بيع كدور بطوله اوكي شو اوكي ايه خلص بدك تقول لي يا لا عم بسالك انت عقلي ايه او لا ايه خلص جاوبني لك ايه شو عم جاوبتك ايه منك ما بتبيع؟ ما قصة الاسم البياع الأسماء البياعة نادرة جدا بالوطن العربي في الممثلين بيحسنوا السوق القصة أنا بشوفها بطريقة تانية قصة المحطات والبيع والتلفزيونات إلى علاقة بقصص تانية في كم نجم الحقيقة أسماء كبيرة جمال سليمان اسم ببيع ممكن سامر المصري اسم ببيع ما بعرف إذا كان بهذا الوقت ببيع سامر المصري أو ليه؟ ما بعرف لا شو السبب صرنا سنتين ما شفناه لو كان ببيع كان نعمل له مسلسلات تيم حسن اكيد اكيد يعني واضح يعني اذا بدنا نشوف القصه يعني تيم حسن يمكن احنا كل سنه بنشوف انه هو يعني بتصدر لائحه نجوم الشباب اللي بيعملوا طيب في كل القصص جمال سليمان ببيع ولا ما ببيع كمان نسبيه القصه ما بحب لا طب بتشوف انت أزرني اليوم عم علق على هيفا بس أنت وتيم حسن وسامر المصري أوكي إذا هيفا وهي بتاخد مسلسل بتنجح أكتر منكم بتبيع أكتر منكم هيفا كدور تمثيلي انسيلي تعطيني هلأ مقومات شي تاني لا 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 أوكي مش عيب أو مش غلط إنك صادرت مش ما أقول سرقت مسرحية سامر المصري بال 2009 وأغراق أحد أثرياء حلب بإعادة عرضها ورحت قدمتها لا اللي صار انه فك الشيفرة هاي لو سمحت الحقيقة انه هاي المسرحية هي سمعة في سوريا كتبها لقمان ديركي وسامر المصري وانتج شخص اسمه بشار ابو اورا هذا الرجل هو منتج هذا العمل وهو اللي صارف عليها هاي القصة هلا اللي صار انه هو وقت عروضنا في دمشق ما قدر يحقق ارباح بالعكس كان عم يحط مصاري وخسارات كبيرة اجت فكرة انه نحن هذا العرض نستثمره بحلب ويقدر يعوض شوية من خساراته انا ما كنت عم باخذ من هذا العرض غير اجري كممثل بس ما كان في اغراء مالي مثل ما قال سامر المصري لا ما كان في اغراء يعني مالي هو صرح بهذا الموضوع الفكرة انه
المنتج بده يحاول يسترد مصرياته. حتى نحن عملنا عروض في معرض دمشق الدولي بصالة المسرح تبع المعرض مشان يقدر يرد شوي من خساراته. هل معك تشتغل مع زياد الرحباني؟ صح. أوه. ايه يا ريت. شو يعني زياد الرحباني بالنسبه لي حلم؟ الحقيقه ممكن يكون ممكن يكون حلم بس يعني بس بدك تشوف اذا هو شايف انك خارج تشتغل معه. هلا اذا كان هو شايفني بشيء قرني كان اكيد جابني. اوف اكيد لو كان شايفني انه انا بنفع معه بقرني معينه ومآمن انه انا ممكن اخدم بقرني معينه اكيد كان جابني. محمد خير الجراح بعمر 16 سنه كنت مع الاخوان المسلمين، ليش تركت؟ انا كنت مع الاخوان المسلمين؟ ما كنت مع الاخوان المسلمين. شو كان؟ كان في شيء منه او لا؟ كان ممكن صير اخوان مسلمين بهذا العمر. بهذا العمر مثل كل اهالينا بحلب بفرحوا اولادهم اللي بيروحوا على الجامع بيصلوا الجمعه وبيحضروا دروس دين وكذا، وهذا الحكي حوالي الثمانينات. حدا من رفقاتي بالصف بالمدرسه كان ياخذني احضر معه درس وحضره باحد الجوامع بحلب بباب النصر بجامع الزكي. بيدرى ابي وجوز عمتي، وكان طبعا بوقتها الاخوان المسلمين بديانين يشتغلوا يعني بشكل كثير قوي بسوريا ب 79 و 80. فبيسالوا ويني، فقولوا له انه بالجامع، برجع من الجامع. قال لي بابا انت وجوز عمتي عمو عم بتصلي، صلي بالبيت لا تروح على الجامع. رحت هذه الجمعه اللي رجعت فيها من الجامع من الحضره، الجمعه اللي بعدها اللي ما رحت فيها على الحضره عمل كبسه من قوات الامن السوريه على هذا الجامع، وكان هذا الجامع عباره عن مستودعات اسلحه لصالح الاخوان المسلمين. قال لك الظاهر كان والواضح يعني صار. كنت رحت فيها؟ عملت لي رده فعل كثير كبيره انه انا كان عم يستغلوا وعم يحاولوا يدجنوني وانا ولد يعني 16 سنه، يعني هو عمر مراهقه وطفوله، عم يحاولوا يستغلوني لحتى ياخذوني لهي القرنه. والحمد لله انه ما زبطت ولا رحت ولا انغسل مخي أبدا. هذا الغسيل لا الحمد لله. طبعا جاوبني اخر سؤال بساله قبل ما تجي اخرتك لو سمحت. الله طيب. مش عيب او مش غلط تقول انه اللبنانيه كثير بحبوا يحكوا بالجنس، انت ما بتحب تحكي بالجنس؟ بحكي بالجنس؟ ايه شلون بدي احكي بالجنس؟ بيحكوا حتقلي انه موضوع تابوه، ما صاروا كل الناس بيحكوا بالجنس، ليه قلت انه اللبنانيه اكثر ناس بيحكوا بالجنس؟ عندهم جرأه بيحكوا بالجنس، عندهم جرأه كثير كبيره، انا ما قلت انه اكثر ناس، انه عندهم جرأه كثير كبيره انه بيحكوه، وانا بتندر فيه ونحن كلياتنا الحقيقه بالشارع العربي بنتندر بالطرايف اللي بتنعمل عبر الشاشات اللبنانيه بالتلميحات الجنسيه اللي بيعملوها وبنضحك عليها. هذا الشيء غلط او صح؟ بعتقد يعني عند نسبة كثير من الناس انه هذا الشيء مو منيح، يعني ما بيحبوه، بس هذا كمان بيمثل بيئة ناس. يعني عم تنتقد اللبنانية انت اليوم، فيني اقول شو المعيب بالقصة؟ عم بسألك يعني سؤال. يعني انا اذا قلت على شغلة انه هي شوي زيادة اوفر، اذا كان الغرض منا بس الاضحاك من خلال هي القصة وانه نتحول هدم، يعني ما بشوفه كثير فن ولامع. كم مسلسل مش قابض عليهم؟ كثير. قلي ما بذهني مالي انه قال لي تقريبا كم مسلسل؟ ليه انت اسم الله يعني كم مسلسل عامل؟ ما قدران تحصرهم؟ لا هن كثار يعني طيب يعني بداياتي اوكي لا يعني طب اوكي يعني في شي 8 مش قابض مصاري؟ في شي بحدود العشرة. ايه 10؟ ايه فاز انا برايي تشوف بسطة الجينزات قبل ما تجي اخرتك. اخر شي بسطة الجينزات وخلصنا. معقول تكون اخرتك بسطة الجينزات؟ ما بعرف انا ما عندي مشكلة.